maşallah. Alhamdulillah, as-salama, ya jay min as-safar, wahshani hasaksuka, wash-shak walla al-qamar, hat la masih al-bayt. ييو قال لي عم مسح بشقفة زرقاء. لا لازم جيبها صفرة. خالي شو جابها هلا هالحرباية يا الله. أهلين أهلين لك يلا رسل 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 خالي رسل بكى بكى عبرك إن شاء الله كلي عليك بكى. أهلين إيه ويا العمر الطويل إيه إيه ويا ينضل فوق راسنا ومتسيد ونكيب كل الحقدين ايه ايه ويها احمر وازرق ومبيض. هاي ام علي شيش بكفالتي علينا هيك عند هالمساء؟ عادي خير هلا بتفيق الجيران بدهم يناموا. خليهم يفيقوا خليهم ينزلوا ياكلوا الحلوينه. انت بتعرفي شو بنقول؟ بنقول نحنا انه الاقربون أولى بالمعروف. وبما أنت حبيبة قلبي لازم أنت أول وحدة تيجي وتاكلي. يي شو عدا ما بدا هلأ صرت حبيبة قلبي؟ لحاجة تتكلي بقلي وخلصينا بقى. ما باكل من إيدك شيء أم علي. أنت بتعرفي هالشي بخاف تكوني مسممتين وبدك تقتليني وروح أنا أستشهد بين دياتك ويزعل روح قلبي علي الشيخ صاد. يا مشحران أنا يا عمي نحنا عنا صواريخ نحنا ما بنقتل بالسم أبدا. سمي سمك إلهي بعطلك مرضي قشك قش عن قلبي حاش كل يوم تلصق فيي. أهلين أهلين أم علي ما قلطيلي بمناسبة شو جايبة البقلاوة بمناسبة عودة القمر؟ فشرتي بمناسبة إنه السيد حسن بده يعيش 100 سنة وأكثر. استغفر الله يا أم علي استغفر الله ما تحكي هيك الأعمار بإيد ربنا. إيه معك حق يا عمي بس السيد حسن ما معه سكري ما معه أمراض اللي عنا فيها نحنا ما معه ملوحات ما عنده ضغط نفس ما عنده ما عنده شيء يعني من هالامراض اللي احنا عايشين فيها. واذا ما اجى شيء من ربنا من الله من فوق راح يعيش 100 سنة واكثر ان شاء الله. والله وانت شو عرفك لتكوني انت الدكتور وفحصتين؟ لا ما اخر خطاب عمله سيد حسن شو قال فيه على التلفزيون؟ قال انه له 25 سنة ما ساق سيارة بالطريق. صح مش مثل الشيخ سعد بسوق سيارته وطيارته وباخرته والدنيا كلها. لا ما مشان هيك يا اختي اذا الواحد ما ساق 25 سنة سيارة بهالبلد ما بيكون عنده ولا مرض لا معه ضغط ولا معه سكر ولا معه شيء يعني اكيد بده يعيش 100 سنة وزيادة. كيف ما انتبهت لها هيدي انا؟ ايه كلي كلي يا عمي كلي كلي وشكري كلي يلا. ايه ما انا معي السكر يا ام علي. ما انت اسمك شو؟ ام خالد السكر. فاذا اذا كنت سكر فيها شيء؟ لا ما فيها شيء. ايه كلي لا.